كيف تستطيع الحكومة اللبنانية أن تخرج من الأزمة الحالية؟ تكون حكومة اختصاصيين وغير حزبيين. انفجار ميناء بيروت تشير لحزب الله. دفعت أطراف لبنانية إلى توجيه الاتهام لحزب الله. التقارب اللبناني التركي. فؤاد أطاي وصل إلى بيروت وأبدى استعداده لتقديم المساعدات. ما أسباب حرب بلدية طرابلس؟ هذه طبعا علامة استفهام كبرى. كيف ترى الموقف السعودي من لبنان حاليا؟ بشكل عام أهلنا الخليج لم يقصروا مطلقا مع لبنان ولا مع فلسطين. تحالف حماس وعباس. تحالف العاجزين وتحالف المفلسين.